السلام عليكم. قبل كل شيء أريد أن أقول لكم بأن هذه الرواية تختلف عن كل روايات الرعب التي قرأتموها من قبل. ولمن لا يعرف عن ماذا أتكلم، هي مخطوطة ابن إسحاق في أجزائها الثلاث. أعتقد أن غالبيتكم قد شاهدوا الفيديو الذي تكلمت فيه عن رواية أنتيخريستوس. حسنا، دعوني أقول لكم بصراحة أن ثلاثية مخطوطة ابن إسحاق تفوقت على أنتيخريستوس. هذه الرواية بالنسبة لي حاليا أعتبرها أحسن رواية رعب في العالم العربي، وهذا طبعا حسب رأيي الشخصي وقد نكون مختلفين في هذا الأمر، وأعتبرها أكثر تشويقا. بالمناسبة أنا قرأتها قبل سنة، لكن قدر أن أقوم بعمل عنها فيديو اليوم. في هذا الفيديو سأعطيكم تلميحات عن هذه الرواية، فإن أعجبك الفيديو لا تنسى تضغط لايك. أيضا إن كنت متابع جديد وأعجبك محتوى القناة وأردت أن تشاهد المزيد من المقاطع، فقط اشترك حتى يصلك أي فيديو جديد، وأيضا لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. وهذه حساباتي على الإنستغرام، سناب شات، فيسبوك، تويتر، لا تنسوا تتابعوني، سأترك لكم الروابط أسفل الفيديو في الوصف. ويلا بنا نبدأ. أولا، من هو كاتب هذه الرواية؟ الكاتب هو حسن الجندي أو الجندي، لا أعرف كيف ينطق لقبه. هو كاتب مصري شاب، وهو من الأسماء التي عرفت بين القراء الشباب. أيضا ارتبط اسمه بعالم الجن والعفاريت والمخطوطات القديمة، وأيضا القتلة النفسيين وعالم الرعب. هو حسن الجندي المؤلف الشاب، تخطت نسبة مشاهدات قصصه حاجز 100,000 قارئ، وشهرته خرجت من مصر لتصل إلى أقطار العالم العربي بأكمله. وأعتقد أن شهرته قد بدأت من هذه الرواية، مخطوطة ابن إسحاق، والتي بالنسبة لي أعتبرها أحسن مؤلفاته. عشقه الآلاف فقط من خلال طريقته في الكتابة، والتي كان يعمل على تطويرها خلال السنوات الماضية. يتميز بسهولة تعبيراته واهتمامه بعامل التشويق داخل الرواية واختراقه لأماكن كثيرة ممنوعة. طريقته تعتمد على خلق أماكن وأحداث في 3D. ستحس بنفسك جالس في صالة السينما تشاهد فيلم أمامك، أو ربما ستحس بنفسك داخل الرواية تعيش الأحداث. حسناً، الآن دعوني أعطيكم بعض التلميحات عن الرواية. الجزء الأول هو مدينة الموتى. تميزت الرواية بالعمق الشديد في الفكرة واحترام عقل القارئ. تدور الرواية حول شخصية اسمها يوسف. يوسف عثر على كتب تراثية ومخطوطات قديمة خلال البحث والتنقيب في منطقة صور الأوزبكية. اشتراها من عجوز بجنيهين. عندما أخذ المخطوطة للبيت، عرف من خلال المخطوطة عن أحداث غريبة وقعت لشخص اسمه ابن إسحاق البغدادي، وهذا كان أثناء رحلته إلى مصر، حيث مر على قرية كل أهلها موتى، وعرف من خلال المخطوطة سر موتهم. طبعا لن أقول لكم السر، يجب أن تقرأوا الرواية لتعلم. وعرف أيضا طريقة استدعاء مارد الجن الذي يسمى المخلبي. هذا المارد كان محبوسا في عالم الجن، وكان ينتظر عدة سنوات ليقوم يوسف بالذهاب إلى صور الأوزبكية وشراء المخطوطة. قصته واسمه لن تنسوها. دخل يوسف إلى الإنترنت ليبحث عن تلك الشخصية وكيف تم اتهامه بالهرطقة والسحر. عندها يقرر يوسف أن يعرض هذا الأمر على أصدقائه، وهنا تبدأ مفاجآت في رحلة مع المخطوطة. عندما ينتهي الجزء الأول ستفتح الجزء الثاني، وهي رواية المرتد. الرواية هي الجزء الثاني من مخطوطة ابن إسحاق. هذه الرواية تدخلك بحرفية إلى عالم الجن. ستشاهد تصويرات حقيقية، ستجد في الرواية ملحمات غريبة ومرعبة بين عالم الجن وعالم البشر، وصراع رهيب مثل سلسلة ملك الخواتم. فتكلمت عن معلومات غريبة جدا عن الجان وعن القارين أيضا والغرف النحاسية وصائدي المرتدين. وهذا الجزء طبعا هو مرتبط بالجزء الأول. عندما تنهيه ستنتقل إلى الجزء الثالث، وهي رواية العائد. بنفس كمية الرعب والأحداث الموجودة في الأول والثاني ستجدها في الثالث. يدور هذا الجزء في فلك العالم الآخر الذي لا نعرف عنه سوى الفتاة. تكلمت الرواية عن ذلك العالم كونه لا يختلف عن عالم البشر من حيث الحياة، التناسل، الثواب والعقاب، والحكم والأديان السماوية أيضا. وفي هذا الجزء سنعرف مصير صديقنا يوسف مع صديقه المارد المخلبي الذي حرره من سجنه. صديقنا يوسف هو بطل الرواية. هو شاب جامعي من نوعية بطل الحظ العاثر، أي أن حظه العاثر دائما ما يوقعه في المشاكل، والتي ستكون بمثابة عقدة الرواية. طبعا هو سيتحمل المشكلة للنهاية، وأقصد هنا مشكلة المخطوطة الملعونة، تلك المخطوطة التي اشتراها من العجوز في صور الأوزبكية في بداية الرواية. كل المشكلات ستنبع منها، وكل الصراعات ستدور حولها. في الحقيقة أنت عندما تسمع عن الساحر عندما يرتكب أفعال فظيعة
لا تعرف ما الذي يرتكبه بالضبط، ولا تعرف ما الذي فعله ليستحق لقب ساحر. وعندما تسمع عن الذين رأوا الجان لا تعرف بالضبط ما الذي رأوه وكيف يبدو ذلك الشيء الذي رأوه، ولا حتى كيف تبدو أشكاله. لكن في هذه الرواية ستشاهد كل شيء بأم عينك، فقط من كلمات وسطور الرواية فعلا ستقترب من كل ذلك. هذه الرواية هي الرواية الأولى للكاتب حسن، وطبعا الأعمال الأولى غالبا لجميع الكتاب تكون رائعة، لكن أؤكد لك أنك إذا بدأتها ستستمتع بها وستتعجل لنهايتها لتعرف ما الذي سيحصل، وعندما تنتهي الرواية ستقول يا ليتها لم تنتهي. فعلا الآن نحن أمام لون جديد من ألوان أدب الرعب التي لم نرها تقريبا من قبل، أو على الأرجح لم نراها بهذا الشكل. لم تنجح في امتلاكها أعمال كثيرة تكلمت عن العالم الجان والسحرة وكانت غاية في السطحية، كما ننتهي من قراءتها ونسخر منها. من أكثر الأشياء التي أعجبتني في هذه الرواية هي التفاصيل الكثيرة والغريبة. هناك تفاصيل في الرواية تجعل عقلك لا إراديا يصور صورة أمامك، أو لنقل يصور مقطع أمامك، كأن الكتاب يتحول إلى شاشة عرض. فالمهم سأترك لكم رابط التحميل أسفل الفيديو لمن يريد أن يقرأها، وأؤكد لك أنك إذا قرأتها ستعجبك. فإن أعجبكم المقطع لا تنسوا لايك للفيديو، وأيضا إن أردت أن تشاهد مزيد من الفيديوهات فقط اشترك في القناة. فأشوفكم في فيديو جديد، أخوك يوسف، والسلام عليكم. أغلق إسلام الخط ونزل جريا وهو يتجه لمنزل حامد، وفي رأسه يطابق ألف فكرة وفكرة عما يمكن أن يعني لو حامد كان مصابا بالفعل ولم يأتي الليلة. ستكون مصيبة فوق كل التوقعات، نطقها أحدهم بالفعل وتحرر المارد المخلبي. انتقلت الكلمة كالبرق بين هؤلاء الذين يقفون ووجوههم تقابل بعضها البعض. لا أعتقد أنهم من البشر، فتكوين أجسادهم يختلف تماما عن تكوين أجساد البشر. تلك الذيول والقرون التي تتفاوت أحجامها بين رجل وآخر، ولون الجلد الغريب لا يشبه لون أجساد البشر. نحن الآن في إحدى ممالك الجان، وبالتحديد نشاهد أحد مجالسهم وهم يناقشون شيئا هاما، إلا أن هناك رجلا منهم يقف بعيدا ويدعهم يتكلمون. أطلق عليه رجلا كي أقرب الصورة لكم، ولكن تكوين جسده وملامحه لا تمت للرجال بصلة، بل هي تنتمي للوحوش بالتأكيد. هل تذكرون الرجل الذي تحدث مع المخلبي عندما كان مكبلا بالقيود؟ ذلك الرجل الذي له وجه أبشع من المخلبي بمراحل؟ حسنا، هذا هو الآن الذي يقف بعيدا ينظر بغضب للواقفين وهم يناقشون بصوت عال مصير المخلبي، حين قال أحدهم للباقين